مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة. في البداية على صور الأقمار الصناعية نلاحظ وجود كميات كبيرة من الغيوم العالية تدخل شمال ووسط المملكة، وهي مصاحبة لكتلة هوائية دافئة. هذه الكتلة ستؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وإلى نشاط الرياح، وبالتالي إثارة الغبار والأتربة خاصة في المناطق الشمالية والوسطى ومنطقة الرياض وبعض المناطق الجنوبية وقسم قليل من المناطق الغربية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح وكبير. أحوال جوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة أجواء تميل إلى البرودة ليلا خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. الصغرى المتوقعة هذه الليلة في الرياض 10 درجات مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة في الرياض اليومي الجمعة والسبت، أجواء من حيث درجات الحرارة معتدلة لكن الأجواء مغبرة بشكل عام، الرؤية الأفقية متدنية، العظمى المتوقعة يوم الجمعة 28، الصغرى 13، أيضا يوم السبت العظمى المتوقعة 30 مع أجواء مغبرة، وأيضا ليلا تكون الأجواء مغبرة والصغرى المتوقعة 15 درجة مئوية. يوم الأحد يتحسن مدى الرؤية الأفقية، تكون الأجواء معتدلة بالنهار ومشمسة وأيضا لطيفة بالليل لكن تميل إلى البرودة قليلا في ساعات الصباح الباكر، العظمى المتوقعة 32 والصغرى 15 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة في المدن ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة فهي بالشكل التالي: منطقة سكاكا أجواء غائمة جزئيا مغبرة أحيانا، العظمى 23 الصغرى 12، عرعر 21 العظمى والصغرى 12، تبوك 22 إلى 10 درجات مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة في المنطقة الغربية الأجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا، المدينة المنورة 28 إلى 16، جدة 28 إلى 22، مكة 31 إلى 20، والطائف 23 إلى 15 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية الباع أجواء غائمة جزئيا بشكل عام، ماطرة في جازان أحيانا، العظمى المتوقعة في الباحة 17 والصغرى 12، أبها 20 إلى 12 درجة مئوي، وفي جازان أجواء غائمة جزئيا، العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة مئوية. المنطقة الشرقية أجواء مشمسة غائمة جزئيا بغيوم متوسطة وعالية أحيانا، أيضا قد في منطقة حفر الباطن هناك إثارة للغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية، في الدمام العظمى 24 والصغرى 14، حفر الباطن 26-11 والإحساء 25-12 درجة مئوية. المنطقة الوسطى ومنطقة الرياض أجواء مغبرة بشكل عام، يتدنى مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح، العظمى والصغرى 16، الرياض العظمى 27 والصغرى 23 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين في المملكة العربية السعودية، نتمنى للجميع أوقات سعيدة ولكم تحية جميلة من طقس العرب.